سوريا من إدلب، اجيت لهون مشان الأحداث الأمنية اللي صارت عنا بالبلد، اجيت لهون مشان يعني أضمن لأولادي وأحميهم. يعني كنا مفكرين شي شهر شهرين كنا بتنتهي الأزمة إن شاء الله ونرجع على بلدنا، طولت الأزمة وإستا ما بعرف لأيمتى تنتهي. بيقولوا إنه كان مول، اجت العائلات سكنت اول شيء فكرت انه ما في له يعني انه هيك يعني انه مجمع ما له حدا مثلا يسكنه باي مكان، انه ما حدا بيدفع له لحدا مصاري. اجينا لهون اول ما اجينا صار انه يجوا كل واحد يقول انا هذا المحل الي وبدفعوا اجار وما دفعته تطلعوا. كهرباء بتخاف منها اكثر شيء بالشتاء، العواصف وقت بيجي الرعد او هيك انه يصير مثلا يعني قطع الشريط ينزل لتحت على الارض ويتكهرب كل المجمع. منه صحي بس منه مجبورين نعيش فيه، مجبورين لانه ما في ارخص من هون. زوجها مستوفي قبل الحرب، انا عايشه انا واولادي، عندي 4 بنات وولد، كان عندي بيتي وعايشة أنا وأولادي فيه ومرتاحين. بدي أولادي يتعلموا، ما بدي إياهم يطلعوا إنه ما بيعرفوا شيء، يعني إنه إذا في حرب بس بدي أولادي كمان يتعلموا، مو شرط إنه إذا حرب بدي أوقف حياتي إنه مشان شيء. وإحنا صايرين مجنبين، يعني صايرين مانا بضيعة، قريبين عادة شغل، صايرين بعيدين عن أي شغل، والشغل أكثر شيء بيجي للشباب هون. يعني حتى على الاكل والشرب يعني انا فيني بدي انقص على اولادي، يعني لان هيك حياتي ما فيني انه اجيب لهم اكثر. بعد ما اجيت من سوريا بشيء 3 شهور سجلت بمفوضيه وصعطوني صرفوا للبونات، صرت جيب فيهم كمان يعني الاكل ولاولادي وهيك. هلا انا رايحه على السوبر ماركت مشان اجيب شويه اغراض يعني اللوازم الي للبيت، ضرورة. هذا السوبر ماركت لأنه قريب فيني أروح له مشي، أما أتعاقد مع الأمم يعني سوبر ماركت غيره ما فيني أروح عليه هون بددي. يعني قبل الوقت اللي كانت يعطونا أكثر من هلا، يعني جيب كل اللوازم ما ينقصنا شيء، كفوني من اول الشهر لاخر الشهر. هلا لا اكيد ما راح يكفوني، راح اختصر كثير شغلات. 80 دولار كانوا يشتروا لي كل شيء هناك بالشهر هون، يعني اكيد مواد غذائيه ما فيك تشتري الخضره والمواد الغذائيه واللحمه وهيك. مطبخ بسوريا كان عنده كل شيء بالمطبخ، يعني مو ناقصه شيء، يعني غاز كبير، فرن، بدي اعمل طبختين ثلاثه، فيني أعمل، فيني أجيب. أكيد بختصر الطبخات، بعمل شيء إنه على الغداء، يعني إنه شيء إنه قد الغداء ما يضل شيء ويتغدوا وخلص، إنه ما أبقى للعشاء أو مثلا لثاني يوم أحط بالفريز مثلا بالسورية أطبخ. هون لا، بطبخوا على القد. سيدرا تعي ماما.